مرحبا بالجميع. هل كنتم تعلمون أن تونس من أكثر الدول شمال أفريقيا تنوعا؟ تعالوا معنا في رحلة شيقة نستكشف فيها هذا البلد الرائع وتنوعه العرقي والديني والثقافي. لنبدأ بالحديث عن المزيج العرقي للسكان. يشكل العرب والبربر المتعربون الغالبية العظمى، حوالي 98% من التونسيين. تعود أصول معظم التونسيين إلى مزيج من العرب والبربر، وهذا يعكس تاريخ تونس الحافل بالتفاعل بين الثقافات المختلفة عبر العصور. أما البربر أو الأمازيغ كما يعرفون، فيمثلون نسبة صغيرة، حوالي 1%. هؤلاء السكان ما زالوا يحتفظون بلغتهم وثقافتهم الأمازيغية الأصيلة. هناك أيضاً أقليات أخرى تشكل حوالي 50% من السكان، من بينهم الأوروبيون، ومعظمهم فرنسيون وإيطاليون، يعيشون في تونس منذ زمن بعيد. كما يوجد اليهود التونسيون، وهم مجتمع صغير لكنه ذو تاريخ عريق في البلاد. وأخيراً نجد الأفارقة من جنوب الصحراء، وهم مهاجرون وطلاب من دول أفريقيا جنوب الصحراء، يضيفون نكهة ثقافية مميزة إلى المجتمع التونسي. الآن لنتحدث عن الأديان في تونس. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ويعتنقه حوالي 99% من السكان. يتبع معظم المسلمين في تونس المذهب المالكي من الإسلام السني. كما توجد المسيحية في تونس، لكنها تمثل أقلياً صغيرة جداً، أقل من 1%. ومعظم المسيحيين هم من الكاثوليك الرومان. أما اليهودية فعلى الرغم من أنها تمثل نسبة ضئيلة جداً، أقل من 0.1%، إلا أنها تتمتع بتاريخ مهم في تونس، خاصة في جزيرة جربة وبعض المدن الكبرى. وهناك أيضاً نسبة صغيرة جداً من أتباع أديان أخرى أو غير المتدينين. ماذا عن اللغات المستخدمة؟ اللغة العربية التونسية هي اللهجة المحلية التي يتحدثها الناس في حياتهم اليومية. أما اللغة العربية الفصحى فهي اللغة الرسمية، وتستخدم في التعليم والإعلام. تلعب اللغة الفرنسية أيضاً دوراً مهماً، خاصة في مجال الأعمال والتعليم العالي. ولا ننسى اللغة البربرية الأمازيغية، التي يتحدث بها بعض السكان في مناطق محددة. هذا التنوع الرائع في الأعراق والأديان واللغات يجعل من تونس لوحة فسيفسائية ثقافياً مذهلة. فهو يثري الحياة الاجتماعية والثقافية في البلاد ويمنحها طابعاً فريداً لا مثيل له. سواء كنتم طلاباً تبحثون عن معلومات متنوعة، أو مجرد أشخاص فضوليين تريدون معرفة المزيد عن تونس، آمل أن يكون هذا الفيديو قد أضاف لكم بعض المعرفة والإلهام. إذا أعجبكم المحتوى، لا تنسوا الضغط على زر أعجبني والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الشيقة. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.